وربعه الدهانه وربعه. ايه ولنا 3 سنوات في الديره ما رحنا ولا جينا. ما شاء الله. والله على طاري يقول الحداء. ما شاء الله. ايه ايه. ومعنا درب من الديره للصياحه يسمونها العتش. ايه. بديارنا ما تروح معها الا بعبور. تاخذ من مركز المجاهدين في فيضه نوره. وتعبر 48 ساعة لين تعدى المحمية ذي كلها. ممتاز. ايه من اول كان الشوكي وذا. ايه ما بين محمية. يعني قصدك اذن يعني. اذن الله الله عبور عبور. ايه تسلم. وخذانا من المركز عبور 48 ساعة ويوم على ما قال حدارة البل تهيض ابويا بحداء على ما قال. حلو. قال العتش مبطين ما جيناه. هجينية. هجينية مع على ما قال. ليه؟ خلها مع العتش يمشن يزين مسرحها زيناها. عن الحياة ما يردني عقب المطر يا عرب محلاه هذا هو القلب والفني يغنيها شعر يعني فيه يقول ما لعبت ها ما لعبت ايه وعاد عندنا في الذود بكرة من غلاها مسمينها ذخاير ايه ذخاير يوم شدت لها فول البن حلو الله الله وتلتفت لأمهاتها وتشوف اللي متأخر منها ايه تجيها وعلى ما قال تنحشت بيتها الحد ايه على يفها وانا اقول ميد الشايب تيها اللي يحبها ما له خشاير بول الشده يجي فيها هبالي تسحب المقهور مع جل العشاير وتشعب اللي رافضه خلف التوالي يا سلام لا ترد ولا تعارض في ذخاير كان صايبها من الدجره اجفالي في غلاها ما نحسب للخساير ولا ننشد عن صواديفه الليالي فالها خد من الوسم البكاير ارجع وسومه من الشهره وحوالي ويوم غنى ابوي في العتشه البشاير واشعب الهوبال للوضحى الغوالي في فروع صار للفاطر دباير وده الشوكي على ذيك الظهاير وده القرعه على ذيك السهالي وروحت وقلوبنا معها حساير لا تياسر ما يجي فيها احتمالي الوعد قدام من بعد الزباير في الرميثيات ما فيها جدالي مرتع الوبال مناحر ساقان والعساسه باير مرتع الوبال لو بضرب مثالي مطلب المصلاح والخد القفاري هم لالي فيه الاصبح هم لالي ودهن الخد باسمه للعشاير ومناح رسه قال لصغار الغوار يا سلام يا سلام صح لسانك هذه ابيات تقول الربيع والامطار ايه الله الله سلامتكم صح لسانك وصح لسان شايبك صراحه.